بيبي حرام عليك يا حبيبي، عايزه انام ساعتين على بعض. ايه ايه فين التتينه فريد؟ فين؟ تعالى. معلش 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 يا حبيبي ماما، معلش 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 يا حبيبي. طب اعمل ايه فريد؟ اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ انا عايزه انام، انا كمان انا عايزه انام. في ايه؟ حرام عليك حرام عليك يا بنتي، مامت ماجد جايه بدري وانا مش هعرف اتعامل معاها لوحدها وانا مش نايمه كويس. اعمل ايه يعني؟ حاولت انيمه بره ما نامش، جيت انيمه هنا ما نامش برضه وقعد يعيط. اعمل لكم ايه يا جماعه؟ اسيب البيت وامشي؟ ايه مامت ماجد جايه دي؟ ايه المفاجآت دي؟ ماجد ما قالش ليه عشان نلحق نستعد يعني؟ انت عارفه ماجد يا ماما، بعدين عايزين نخلص بقى عشان يقول لها ان احنا متجوزين. يا سلام، هو لغايه دلوقتي ما قالهاش ان انتوا متجوزين؟ وانت بطلي هز في البيبي بقى، هتعوديه على كده. حطيه في سرير وهيقعد يعيط شويه وبعدين هينام على طول. مش هعمل كده يا جو، مش هيجي لي قلب اعمل كده في ابني. امال يعني يجي لك قلب تصحينا من عز نومنا؟ يوه. بالراحه بالراحه على مهلك.